دور الشعب كان ازاي؟ لانه حضرتك اكتر من مره بتحمل الاحترام في الفتره دي. الحقيقه التحدي كان عليه كبير جدا، وكان طبعا في ازمه اقتصاديه كبيره جدا عقب 67، وروح معنويه ما كانتش مرتفعه، لكن كل ده ما اثرش ان هو يفضل ورا جيشه ويؤمن بيه ويساعده في الوصول للنصر. وطبعا قبائل سينا والبطولات اللي عملتها في نفس الوقت ايه بيدفع يقول لك انت هتحاربه. يعني معلش انا فاكر كده في احد لقاءات احد قاده الجيوش وهو بيمر على الجنود في الخط الاول بيسالهم ليكم مطالب ايه؟ قالوا له امتى هنحارب؟ يعني كان ده هو الهدف اللي موجود. فبقول الحقيقه بسرعه كده عشان الوقت انا عارف وقتكم بيبقى محدود. عايز بناء الجيش المصري، حرب الاستنزاف، الدفاع الجوي اللي كسر ايد الطيران الاسرائيلي، دي ملحمه اخرى بتاعت الدفاع الجوي. صحيح. الملحمه الاخرى بتاعت الخداع الاستراتيجي وخداع جميع اجهزه المخابرات في العالم اللي ما حدش قدر يعرف حرب اكتوبر دي حتى امتى وازاي وفين وبايه. خلاص واخبارك سيادة، لو يمكن احنا بالامس تحدثنا على الدفاع الجوي ودور الدفاع الجوي. ايوه الخداع الاستراتيجي. الخداع الاستراتيجي ده كان اعتقد هو الركيزه الاساسيه لحرب اكتوبر اللي اشتغلت عليها القوات المسلحه عشان تقدر تخدع العدو. هي احد الركائز، نقول احد الركائز المهمه اللي ساعدت في نجاح الملحمه بتاعت 6 اكتوبر. الحقيقه يعني بقول الخداع الاستراتيجي يمكن لاول مره يبقى فيه منظومه متكامله فيها البعد السياسي والدبلوماسي والعسكري والاجتماعي والشعبي كمان في نفس الوقت، بحيث هناك منظومه بتدار بشكل فيه نوع من الايحاء دائما الى الطرف الاخر بان مصر غير قادره على انها تقوم بما قامت به في اكتوبر 73. وكان يمكن من احد معالم هذا الخداع الاستراتيجي شخصيه الرئيس السادات رحمه الله عليه، وكان التوجه اللي كان التملي بيديه للاطراف الاخرى انه لن يتخذ قرار الحرب وليس لديه المقدره على اتخاذ قرار الحرب، وانه كانوا هم عندهم كده نوع من التقييم الغير سليم انه مش هياخد قرار للحرب. فكان ده برضو احد معالم الخداع الاستراتيجي فيه، لدرجه ان يمكن صرحوا قال لك كان ابرز معالم الخداع الاستراتيجي هو شخصيه الرئيس السادات. فكان الخداع الاستراتيجي الحقيقه في البعد السياسي والبعد العسكري منظومة بتتم على كل المستويات. والحقيقة اعتقد ان يمكن نتذكر التملي من لهم فضل، الحقيقة كان الدكتور حاتم الحقيقة كان له دور كبير في هذه المنظومة. ثم كانت بقى العظمة كلها الحقيقة في انا بعتبرها بسميها معركة التاج او ايقونة المعارك كلها اللي هي بتاعت 10 رمضان وعملية اقتحام بقى خط برليف وتدمير قوات العدو والسعاد الثاني لحظة الصفر. ويمكن بطبيعه مسؤوليتي في ذلك الوقت الحقيقه يمكن كنت برتبه المقدم لاركان الحرب، ولكني كنت متحمل مسؤوليه الحقيقه بعتبرها مسؤوليه كبيره، وكنت يعني في محطوط عليا نوع من الالتزام الكبير قوي فيما يتعلق بالحصول على المعلومات عن اوضاع العدو في سيناء، لان كنت مسؤول عن مجموعات الاصلاح خلف خطوط العدو على مستوى القوات المسلحه. ازاي بقى يعني نفسي كده نتذكر سويا يعني طبعا يا فندم، لان المعلومه ليها قيمه في الوقت ده جدا. طبعا اصل بدون المعلومات مش هتاخد قرار سليم. يعني بقول رجالتنا الشباب زي كده عظام قاموا بدور عظيم جدا. يعني احنا معلومه برضو لحضراتكم وللساده المشاهدين، الأطراف اللي بناخد منها السلاح يدوك الدبابة يديك الطيارة يديك المدفع، إنما أقول له بقى اديني الإمكانيات الفنية اللي تخليني أشوف العدو وأحصل على معلومات على العدو ما يديكش. طب مين العظيم اللي عندنا السلاح العظيم الذي نستخدمه دائما وينجح دائما في تحقيق الأهداف؟ الإنسان المصري. قلنا طب أنتم مش عايزين تدونا الرادارات مش عايزين تدونا طيارات للاستطلاع مش عاوزين مش عاوزين مش عاوزين، احنا عندنا رادارات بشريه. رادارات بشريه زي ما حضرتك قلت كده اللي قال عليها موشا ديان. موشا ديان قال لك المصريين كنا عارفين ان ما عندهمش امكانيات يحصلوا على المعلومات وكانوا مطمنين عشان كده عندهم المقاتل المصري، عندهم العقيده الانسان المصري. صحيح. ده اقوى جندي موجود على الارض. عظمه مصر في هذا الانسان المصري. صحيح. ليه؟
هذا الإنسان المصري يتسم بأنه لديه من الطاقات الكامنة الكثير، ولكن كيف تستطيع أنك أنت تخرج توظيفها بقى؟ إزاي تخرج هذه الطاقات الكاملة؟ لما بتخرجها بيجد لك إنجاز غير طبيعي وغير عادي. خلاص قول لي بقى إزاي أنت كده رجالتنا دول الشباب اللي دخلوا في كل أنحاء سيناء بيتابعوا كل أنشطة العدو شمالا وجنوبا وشرقا، لدرجة نقول إيه كان كتاب مفتوح، يعني كل أنشطة العدو كانت كتاب مفتوح قدام القيادة عندنا.